بسم الله وعلى بركة الله. أنا أتابع انطلاقة الشوط الثاني وهو الأول للقعدان الصعوبة الذي لم يسبق لها الاشتراك لمسافة الألف والخمسمية متر. خلونا نتواصل هنا مع الشوط، مع الحضور، مع الإبداع، مع التألق. ناتي إلى جزيل لسيب محمد بن راشد الدرعية، المركز الثاني الشميمي سعيدي بن حمدان بن سعيدة، المركز الثالث مشكور سلطان بن سالم بن سيفة، المركز الرابع شاهين محمد بن حمد راعي حير، المركز الخامس شاهين حميد محمد بن سالومية. هذا ندانا على الخمس المراكز الأولية بقيادة الشميمي سعيدي بن حمدان بن سعيدة، المركز الثاني جزيل سيف محمد بن راشد الدرعية، المركز الثالث مشكور سلطان بن سالم بن سيفة الدرعية، المركز الرابع شاهين حميد محمد بن سالومية الدرعية. الحضور، الأداء، الإبداع، التألق هنا لا زال مستمر في هذا الحضور وهذا الأداء بقيادة جزيل، جزيل وسيم محمد بن راشد الدرعي، المركز الثاني شميمي السعيدي بن حمدان بن سعيدة الدرعية، الثالث عند راعي مشكور سلطان بن سالم بن سيفة الدرعية. وين اللي بيحسم الشوط الأول للقعدان الصعوبة؟ يا ترى وين بيكون الناموس؟ هنا جزيل، ولا زال جزيل العطايا بأدائه بدون أوامر، ولكن بالسعيدي هناك سلامي راعي الشميمي السعيدي بن حمدان بن سعيدة. هوب 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 هوب. ما شاء الله تبارك الرحمن، حضور قوي الشوط الرئيسي الأول للقعدان الصعوبة، حضور قوي من قبل الشميمي السعيدي بن حمدان بن سعيد الدرعية. سلام الحمداني سلام يفارق الخطوات بهذا الحضور وهذا الإبداع وهذا التألق. سلام الناموس الراعي الشميمي السعيدي بن حمدان بن سعيد، وما قدم من إبداع وما قدم من تألق في هذا الشوط. التوقيت دقيقتين 14 ثانية، 67 جزء من الثاني، المركز الثاني جزيل سيد محمد بن راشد الدرعية، أما المركز الثالث فهناك على ما أعتقد أنه مشكور سلطان بن سالم بن سيف الدرعية.